تعمل على الموبايل ايه يا ولد؟ ابعت الاغا. اغا؟ انت بتعرف اغوات يا ولد؟ مصطفى الاغا ما بتاع بطولة الحلم. يا ابني بطل الهبل اللي انت فيه، مضيع فلوسك على المراجيح وشويه على المشاريع الفارغه وشويه على المسابقات اللي لا بتكسب ولا بتربح، وفاكر نفسك فهلاوي يا ابني. انت اهبل وريالتك تملى طش. هو جلب موزوس في منه في التلاجة ولا خلص؟ والنبي ما في التلاجة الا دمك يا بعيد. انا نفسي كده تاخد بالك من شغلك وتركز وتسيبك من الهبل ده كله، شغلك اللي هيعيشك. لا شغلي ايه بقى يا ماما؟ عم انا مش رايح البنك تاني. يا لهوي يا خدتي في ابنك يا رجاء، يا دي الشيله ويا دي الحطه، رحنا على جمل وجينا على بطه. واحده واحده بس يا حاجه، بطه ايه وجمل ايه؟ انا اشتغلت انترنت بانكينج. نعم يا روح امك، وده يطلع ايه ده؟ يعني هو هشتغل من البيت يعني عن طريق الانترنت، عن طريق بقى الموبايل واللابتوب وكده يعني. وعلى كده هيدوك فلوس؟ لا كروت شحن. اكيد يوم ما هيديني فلوس مش شغلي يا حبيبتي. انا اول مره اسمع ان في واحد يقعد في البيت زي النطه ويلعب على الموبايل ويقبضوا فلوس. الدنيا اتغيرت دلوقتي يا ماما، يعني دلوقتي شغال على النت وان شاء الله مرتبي هينزل اول كل شهر على الراوتر. الميزه بقى يا ماما في الانترنت ده ان انا هاخد مكافاه في عيد راس السنه الماليه. لا ما دام راس السنه الماليه يبقى ربنا يجعلها هابي نيو يير عليك. يا صالح يا صالح، ما تقوم تفتح عشان تكمل شله المعاتيه. بالراحه، بيوت الناس ليها حرمه. طب خلي بقى اللي خايف على حرمته تترمل يكلمني ولا نص كلمه. يا صالح في ايه؟ خير؟ جايبنا على ملا وشنا. ايه ده بس عشان موجود؟ ايه ما جوه يا عادك؟ لا خش يا عم، في ايه؟ خش. السلام عليكم، زي حضرتك يا طنط؟ اخبار حضرتك ايه؟ ما شاء الله وشك منور بدر. قمر يا طنط. الا قول لي، هو ابوك لسه حرامي بياكل مال الغلابه يا ياض؟ حضرتك ليه يا طنط كل ما بتشوفيني بتقولي لي الكلام ده؟ ما اصل اللي عنده فلوس قد كده يبقى يا حرامي يا جاسوس. انت ابوك جاسوس ولا؟ ميرسي يا طنط، كتر خيرك، تسلمي. يلا يلا بينا، خش خش خش. يلا نخش. ايه بس ثواني بس، صندوق طبيخ الحاجه ده انا جعان قوي والله. يا نهار اسود، انت بترمي السيجاره في الارض؟ عايز تولع لي الشقه؟ انت فاكرها الزريبه اللي انت عايش فيها؟ جرايا يا ام صالح. انت ايه ام صالح دي؟ هو انا الخدامه اللي بتنضف لكم البيت؟ ليه؟ ماليش اسم تناديهولي. جرايا يا صالح، انا ساكت عشان خاطرك انت. لو النبي ما تسكتش، خش عليا. عايز تضربني؟ جرايا يا ام صالح في ايه؟ ما تضرب انت. خلاص يا صالح، صل على النبي يا صالح. صل على النبي يا صالح، انا ساكت عشان خاطرك انت. خلاص يا حاج، صل على النبي بس معلش. ضيف برضه وطي. لا هنضرب بالقلم. اوطي. لا وطي هات السيجاره. حاضر حاضر. ايه انت بتدهاني؟ روح ارميها في الزباله، روح ارمي ارميها في الزباله. خلاص 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 معلش يا صالح. خلاص بقى معلش، خش على الاوضه. اجري على الاوضه، اجري على الاوضه. يلا انت اتجننت يا صالح؟ عايز تسرق البنش؟ يا ابن اللعيبه يا فاجر، انا معاك يا نجم في المصلحه دي. مصلحة ايه يا متخلف؟ يا عم المصلحة دي طلع لنا بالميت 60,000 جنيه. 60,000 جنيه يا زيرو؟ واحنا رايحين نسرق ابو حيدر بتاع الشاورما. يا عم سيبنا احلم، البنك يومها هيبقى فيه 15 مليون جنيه. يا نهار اسود ومنيل، 15 مليون جنيه؟ لا ده احنا نعمل نمرة ونغب على البنك واحنا كافلين بيها. انتوا كافلين بيها؟ انا مش هعمل كده. صالح انت عايز تسرق؟ عايز تبقى حرامي؟ انا ما قلتش سرقه، قلت هنستلف. عمليه استلاف. يعني انت عايز تقنعني ان احنا هنرجع الفلوس دي للبنك تاني؟ لا طبعا يا عمرو، احنا حراميه يا حبيبي. احنا هنستلف ال 15 مليون، هناخد منهم 10 ونقسمهم علينا كالاتي. انا 4 مليون وكل واحد فيكم 3 مليون. بس دي مش قسمه العدل يا نجم. تمام، خد انت بقى ال 60,000 وابقى من الحوار ده. لا خلاص انا راكب معاك في ال 3 مليون خلاص. هيبقى كام يا عموره؟ 5 مليون نحطهم مضيعه في البنك، هيطلعوا لنا نص مليون جنيه في السنه. نرجع للبنك فلوسه خلال 30 سنه، هيبقى معانا كام؟ ال 5 مليون الوديعه نقسمهم علينا بالعدل. انا 3 مليون وكل واحد فيكم مليون. ليه يا نجم؟ انت واخد كام؟ 3. ودي مليون يبقوا كام؟ 4. وانا واخد كام؟ 4. يبقى اسمه العدل ولا لا؟ ظلمتك. شفت بقى؟ ولا انت البنجو بتاع عم مجدف لحسك دماغك. انا اسرق بنك؟ يا نهار اسود يا نهار اسود، انا اسرق بنك؟ لا 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 لا، انا مش هعمل كده. لا لا عمور يا حبيبي، احنا هنشغل البنك فلوسه ويبقى معانا فلوس فلوس بجد مش فكه، ونعمل مشاريع ونكبرها. ونكبر السايبر. خليك معايا بس. طب انت
مش عايز تستقل عن ابوك؟ ها؟ ومعاك عربيتك وفيلتك بملك الخاص؟ تنزل السوق وتعمل مشاريع وتكبر وتنجح وابوك يشوف نجاحك بعينيه ويتضايق ان انا نجحت من غيره ويتشل مثلا. المهم بس دلوقتي يا نجم هنسرق البنك ده ازاي؟ ايه؟ بيقول هنسرق. بسم الله ايه؟ بيقول هنسرق. بسم الله الرحمن الرحيم. ده فوقي ده اسمها استلاف، عمليه استلاف يا زئرو. حاضر يا نجم. هنستلف البنك ده ازاي؟ فول راس يا عم ما تزعلناش. الله اللي قول لي ادعى ابوك تعدي هنا على طول. ايوه يا ابني بيتنا. يعني انت ادعى عمر انت وابوك وعيلتك كلها بتصحوا تشوفوا النعيم ده كله؟ اللي قول لي يا عم ابوك قاعد قد ايه بره؟ 15 يوم يا زئر. حلو قوي قوي 15 يوم دي. جيب هنا بقى ايه قاعده عربي وهنا شوايه عشان ايه هو اللي حلو؟ ايه هو قاعده عربي وشوايه ايه؟ بص يلا احنا متجمعين في الفيلا انا وانت وصالح علشان مش هينفع نتجمع في بيته عشان امه، فما تظبطش بقى وتعمل حسابك انك هتقضي بقيت عمرك هنا. خلاص يا عم الله احنا قلنا حاجه. اقعد يقول لي تقضي معلاتك وحياتك والكلام ده. اقعد ساكت بقى. اقعد ساكت بقى. ايه بس في ايه؟ صالح انت اتاخرت ليه يا صالح؟ وبعدين انت مش هينفع تسيبني مع الواد ده كتير. ما هو قاعد بنقف الميه في حاله وعمر ما عملكش حاجه. دورت الحوار في دماغك ولا ايه؟ اه دورته. وشكلها كده يعني في خطه. حلو قوي. بس اطلع لي بس الميه عشان نعرف نتكلم. طب ثواني بس ثواني. صالح هو بيعمل ايه؟ زيرو انت بتعمل بيبي في الميه؟ لا لا زيرو انت بتعمل بيبي في الميه؟ بقول لك لا مش بيبي. ما لو مش بيبي يا صالح تبقى انيا. اطلع يا حيوان اطلع يا حيوان من الميه. خلاص يا عم ما توقفش فينا كده. اه بعمل بيبي في الميه. اهو بيعمل اهو بيبي في الميه. انت سامر يا قلب الميه؟ بس بقى يا بنت ربنا تكفى. هم بيشربوها هي بقت ورد. ده مقزز يا اخي. ده كان مقزز. بقول لك ايه يا عمرو عشان خاطر استحملوا شويه بقى عايزين نستحمل بعض. صالح انا ما عنديش مشكله معاه بقى. اتفضل يا سيدي. بص اتفضل لابس ايه؟ ده انا لو مربي سيد قشطه ما كانش هيبقى مقزز كده. بس برضه الواحد ليه طاقه يعني انا دافع عنك ولقيت ايه الخرا اللي انت لابسه ده؟ ايه يا عم ده طالع موضه في شرم الشيخ والغردقه ده. خدت ايدي بس اه. الله انت مش شفت. اقعد بقى وتعب بقى ساكت بقى. حاضر يا عم. حاضر. رجلك دي اسمعوا بقى يا رجاله انا وصلت الخطه والخطه دي هتكون كالاتي. احنا هندخل البنك لابسين ماسكات على وشنا عشان محدش يعرفنا. هنسيطر على الناس اللي في البنك بالسلاح اللي معانا. بعد كده هننزل على الخزنه الكبيره هنفجر الباب بتاعها بقنبله عشان المفاتيح مش هتكون موجوده في البنك. لما الباب يتفتح هنعبي الفلوس في شنط كبيره ونخرج من البنك زي ما دخلنا بالشياكه ومعانا 15 مليون جنيه. 15 مليون جنيه. يا سلام يا سلام. يعني احنا كده عايزين ماسكات وسلاح وقنبله وشنطه كبيره عشان نشيل فيها الفلوس. صح كده. سيبوا موضوع الشنطه ده عليا. يعني تعجبنا يا زيرو. حلتها انت كده. انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. ليه؟ لسه في سلاح وقنبله ووجع دماغ. لف سجاره. مرلول وجاهز. صالح انا عندي وي في موضوع السلاح ده. بتتكلم جد؟ وحياه ربنا. ازاي؟ انا عندي واحده صاحبتي على الفيسبوك بتبيع الكتريك وسيلف ديفنس. البت دي يا جدعان جدعه جدعانه وهتعمل معانا واجب ابن لذينه في الفلوس. بتصدق انت اللي ابن لذينه؟ سي ديفنس ايه والكتريك ايه يا سيس؟ احنا رايحين نتخانق في مدرسه. يعني على فكره هي ممكن يبقى عندها حاجات تانية يا صالح. ايه بقى؟ مسدسات خرز ومنشاكو مثلا؟ انا مش متاكد من ده يعني بقى. يعني مثلا شفت عندها مره عارف النجمه بتاعت النينجا اللي هي الحديد دي اللي بترشق؟ ايوه المثلثه دي. ايوه دي. انا استقدر بكذب انا قاعد معاكم والله. يعني انا مش عارف انا بتكلم مع مين. واحد مش ملاحظ دماغه والتاني سيس عايز نروح نسرق بنك بنجمه نينجا. بالهداوه يا نجمه. الله كل حاجه تيجي بالهداوه. سيب موضوع السلاح ده عليا انا. اتفضل اتحفل زي اخوك. انت بتقارني بعيل زي ده؟ ده عيل بيتشات وبيشير. بس يلا بس انا بتاعي. لا لا معلش معلش عندك حق يا معلم زيرو. ها بقى هنعمل ايه؟ هنروح نثبت اسم ونسرق منه السلاح صح؟ لا طبعا. الواد مرجوشي ومحمد عيد كان عندهم حكايه كده من قيمه شهرين. رحت معاهم جبنا فردين سلاح من واحد اسمه المعلم بدير. صباح الفل. صباح الزفت. احنا بكره الصبح باذن الله ساعه عصاري كده نعتمد الطريق نص ساعه نوصل ساعه زمن نخلص المسائل. استنى كده نبقى محتاجين مواصله. طب ما احنا ممكن نروح باوبر. هو بدير ده بعيد. ولو قريب ولو في اخر الشارع يا عمرو هنروح نجيب سلاح بتاكسي. انت متخلف يا ابني. انا اسف. سوري سوري يا عم. اقتراح يا صالح مجرد اقتراح. لا اله الا الله. ولا
عايز ايه؟ ابوك بجد واخد العربياتهم جراشه ولا انت بتشتغلنا؟ يا جدعان والله العظيم يا جدعان حلفت لكم والله العظيم ثلاثه ابويا معاقدني وسحب كل العربيات حاططها في المصنع. مفيش بره غير سامي يا جمال. سامي جمال مين؟ سامي جمال الفنانه سامي جمال. انت يا ابني سامي يا جمال يا ابن الرحاصه. انت متخلف يا ابني، ايه اللي بتقوله ده يا جماعه؟ ابويا واحد طول عمره بيحب سامي جمال، يعني اتجوز على امك يعني مرات ابوه سامي جمال الرحاصه. يا جماعه ابويا معجب بسامي جمال، يعني بيك فان لسامي جمال، فاشترى العربيه بتاعتها من مزاد. يا اختي حبيبي يا فنان، والعربيه دي بتمشي ولا لا بترقص؟ لا يا حبيبي، العربية بتمشي وابويا محافظ عليها، ويكون في علمكم انتوا الاثنين العربية دي تحديدا مش هينفع نلمسها ولا نيجي ناحيتها، لانها لو خدت خربوش ولا جه عليها ذرة تراب هتطير فيها رقبتي. نهار اسود على الغباوة. ليه يا صعلوق؟ ليه عرفت على العربية ازاي؟ ايه وهيفتحها ازاي؟ بيشوف شغل الراجل في ايه؟ ايه دي هواية ب 20 جنيه تصلح. خف ايدك، خف ايدك شوية. شوف صاحبك النجم بقى. خف ايدك شوية. معلش يعني دي هواية ب 20 جنيه، ركز بس معايا أنت. ركز معايا. دورك في مهمة جاية يا بطل. أنا معتمد عليك اعتماد كلي. بكرة واحنا رايحين نجيب السلاح عايزك تجيب 40,000 جنيه. نعم. هجيبهم منين دول يا صالح؟ من ضرب الشرابات اللي أمك بتشيل فيه الفلوس. صالح مش هينفع يا جماعة، أبويا لو ايه ده؟ صالح هو انت عرفت منين ان امي بتشيل الفلوس في دولاب الشرابات؟ صالح انت بتفتش في دولاب امي؟ انتهى بقى يا عمرو، انت اللي قايل لي احنا بنلعب كوره. صالح احنا كنا بنلعب كوره واحنا في ثانيه ثانوي، انت فاكرها من ساعتها؟ صالح انت كنت عايز تسرقنا. لا مش للدرجه دي طبعا. لا كنت عايز تسرقنا. ركز معايا بس يا عمور، دلوقتي هنجيب الفلوس منين طيب؟ بالراحه يعني. تعمل ايه يا ابن انسى؟ بالراحه. الله بكسر التابلو عشان اطلع سكرتير الكونتاج. خف ايدك يا حيوان. بيكسر التابلو دي حاجه بامير، بتتلفي بامير. ركز معايا. انت نصيبك في العمليه كام؟ 3 مليون. غلط. 3 مليون و90,000. 40,000 بتوع السلاح و50,000 بتوع البورصه. ها؟ صح. شفت اللي فاكر فلوس البورصه ازاي؟ صح. عشان تعرف ان انا حقنا. صح. قول للغبي ده بالراحه. بالراحه. دارت يا سيع. بالراحه بالراحه. بس 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 استنى ده المكان. انت متاكد؟ ايوه طبعا متاكد، والمعلم بدير هناك مستنينا اهو. مش بقولك ده حبيبي. طيب عمور خليك انت هنا ندور العربيه. ها مش هتاخر ان شاء الله. خدوا بالكم من نفسكم. ها يا رب. يا رب. يلا في حفظ المولى عز وجل. اصطبحتك لبن يا معلم بدير، فينك يا راجل؟ والله ليك وحشة. مش معلم بدير، معلم بدير مستنيكوا جوه. سبحان الله شبهه بالملي. بجد؟ اه والله. هشوف. خش. معلم بدير اصطبحتك لبن، ايه يا راجل ما بتسألش ليه؟ مش انا المعلم بدير، تعال معايا على جوه. والله شبهه بالملي. برضو والمصحف الشريف شبهه بالملي. خش خش. معلم بدير، في ناس عاوزينك. يا نهار اسود، ده المعلم بدير؟ اه هو. طب وده في حد شبهه في الدنيا؟ معلم بدير عم تجار السلاح في بر مصر تمن. ايه يا راجل والله ليك وحشه. انت مين يا عود؟ مش المعلم بدير برضك؟ يا نهار اسود، انت جاي تشبه هنا؟ اسكت بقى خالص. لا مؤاخذه سيد المعلمين، احنا كنا عايزين كام حته سلاح كده. عايزهم ايه؟ انت عندك ايه؟ اجيب لك المينيموم وانت تختار. يا ريت والله. انت جاي ستاربكسي او حمك؟ خلاص يا عود. عندي طبنجات وعندي آلي. هات لنا 2 طبنجة وواحد آلي بس كومبو. وتطلع كريسبي. هات لهم يا اللي هم عايزينه. هات يا عم تفضل من الحاجات دي. ايه ده يا نجم؟ ايه؟ مدينا بضاعة بايظة يا ولاد الكلب. بايظة ازاي يعني؟ اهو والله تقعد تدهوس عليه ما بيضربش طلق. تدهوز؟ ايه اللغه دي؟ عشان انت حمار وجاهل مش فاهم في حاجه ما تلعبش فيها. يعني انت اللي فاهم قوي؟ ايوه ده اسمه زور امان، ده تعمله كده بكافئه. بك نار يا دريان نار.
نيلة بيان.